حياتي في الحياة اللي هي اللي هي المحافظة على شعائر الدين الإسلامي، اللي هو صلاتي والصوم ومن وإلى، وبرضو أحافظ على حياتي الزوجية وأحافظ على العلاقات، يعني في صلة الرحم ومن وإلى. أولوياتي في الحياة طبعاً أول شيء أهم شيء الصحة طبعاً، يعني الصحة أهم شيء، يعني الواحد بدون صحة ما يقدر يعمل شيء، ما يقدر يشتغل، ما يقدر. وثاني شيء طبعاً العائلة، يعني العائلة، عائلتك، يعني أهم شيء عائلتك تهتم فيهم، و يعني بشوف أول شيء الصحة والعائلة وبعدين الباقي بيجي، سواء شغل ولا دراسة ولا، يعني شوف هذه الأهم، أهم الأشياء يعني. أولوياتي في الحياة طبعاً هي تكوين أسرة، الوظيفة، الصحة طبعاً رقم واحد يعني. الحياة كلها إن شاء الله تكون حلوة يعني. أولوياتي في الحياة العائلة طبعاً، الزوج، الأبناء، والرب قبل كل شيء. أولوياتي أفيد أهلي وأخواني، لأنه اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس. ثاني حاجة عند الدراسة شيء مرة مهم. أولوياتي في الحياة هي أهلي طبعاً قبل كل شيء، أبي وأمي، وبعدها الدراسة، لأن الدراسة هي اللي بتحدد مستقبلي. أولوياتي رضا الله عز وجل، ثم رضا الوالدة، ثم رضا عيالي عني إن شاء الله ورضاي عنهم. أولوياتي في الحياة إني يعني أأمن لعائلتي رغد العيش، ويكونوا إن شاء الله بارتياح أكثر، بيكونوا مبسوطين. والشيء اللي بأتمناه إنه ربي بيتمم علي وعلى أسرتي كل خير يا رب. أولوياتي في الحياة دائما الاستقرار، استقرار دائما في كل شيء. أولوياتي بالحياة العيشة الكريمة، تربية الأولاد، والحياة العادية يعني اللي بيتمناها كل شخص.